محمد علي وحمد العنيزي القادسيه من ركله جزاء والجهاد اللي اصبح مع نادي القادسيه المسمار. مساعد؟ لا. عبود مش معقول. جهاد الحسين تفاهموا عليها مع مساعد، مع مساعد في اول ثلاث دقائق من الشوط الثاني. جهاد الحسين يسجل من كره ثابته، جهاد الحسين من كره ثابته ويحيون. شوف 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 هو مساعد هوش والمكان هذا اللي مساعد، لكن جهاد هو اللي لعبها ومن فوق الحيطه وبالزاويه الصعبه على الفضلي. جهاد الحسين هدف ثالث، هدف ثالث، هدف رابع، هدف رابع. الثلاثة كانوا في الشوط الأول، والشوط الثاني مع أول ثلاث دقائق صعبة على الكويت وعلى خالد الفضلي. صعبة الكويت اليوم بأخطاء دفاعية وخط وسط غير متجانس وكرة ثابتة أيضا.